فارد. فارد؟ ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية؟ في خميس؟ انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لك، مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا اله الا الله، احنا مش كنا علمنا الحكاية دي؟ الله، كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمة، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجة، ارقيها. عجبت لك يا زمن؟ يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي يا شو. يا راجل بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز حنجز وجايه لك في الكلام. اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الددبان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا عاد بيجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هاتها جمال يا رب. يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي.
كل شيء. صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش ومية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح. فضلت وراها لغايه ما خليتها زي العجينه بين صوابع دول. رمانه وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مره ومن هنا مره، وهو بقى يفرفر في النص. يبقى ركب المرجيحة ومرجح لي يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. هنشقلعها. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نشفتي دمي. مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة. الكلمتين اللي قالتهم للبنت سعاد عروني قدام نفسي. قرفت من روحي يا اخي، من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبة يا بدران، لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا، لا يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. اه، واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على اصواتي؟ انت خيرك مغرقنا يا باشا.